التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من القاهرة الإخبارية. أهلا بحضراتكم وأهلا بك همام. شكرا رغدة ومرحبا بحضراتكم، وهذه أبرز العناوين. بايدن يدعو إسرائيل إلى ضرورة إعلان وتنفيذ خطوات ملموسة لمعالجة المعاناة الإنسانية في قطاع غزة. مجلس الأمن يدعو إلى إجراء تحقيق شفاف بشأن قتل إسرائيل موظفي منظمة المطبخ المركزي العالمي. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف سوقا شعبيا بمدينة غزة وآخر بمخيم النصيرات. نستهل هذه النشرة بآخر تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. ضربين مبتع حماس قد تجاوزت 5000 صاروخ. These are unconscionable actions. التدفق الكامل والآمن للمساعدات الإنسانية لأهل غزة. كلهم ولاد صغار وبنات صغار. حماس. Gaza is becoming a graveyard. وقف إطلاق النار بغزة. And nothing justifies the collective punishment of the Palestinian people. قال البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان واضحا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ضرورة إعلان وتنفيذ خطوات ملموسة لمعالجة المعاناة الإنسانية في قطاع غزة. وأشار البيت الأبيض إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تنتظر المزيد من إسرائيل، بما في ذلك إيصال المساعدات لشمال غزة. وشددت واشنطن على أنها لا ترغب في اتساع نطاق الصراع بغزة إلى مناطق أخرى بالمنطقة. دعا مجلس الأمن الدولي إسرائيل للقيام بالمزيد من أجل دخول المساعدات إلى قطاع غزة. وفي بيان للمجلس أوضح الأعضاء أن إعلان إسرائيل فتح معبر إيريز والسماح باستخدام ميناء مدينة أجدود للمساعدات في غزة يعد غير كاف، وذلك لإيصال المساعدات الإنسانية الضرورية في مواجهة مستوى الاحتياجات الضرورية في غزة. كما طالب مجلس الأمن بإجراء تحقيق شفاف في حادثة قتل عمال منظمة المطبخ المركزي العالمي ونشر نتائجه بشكل علني، مطالبا باحترام حماية العاملين في المجال الإنساني في القطاع. مشاهدينا، وللمزيد ينضم إلينا من نيويورك ياسر نور الدين مراسل القاهرة الإخبارية. ياسر، بعد التحية، كيف تقيم الإدارة الأمريكية دور إسرائيل في معالجة المعاناة الإنسانية في قطاع غزة؟ تحياتي لك رغدة في البداية والسادة المشاهدين. اختلفت وجهة النظر الأمريكية، نستطيع أن نقول الآن 100% بعد الدعم اللامتناهي منذ 7 أكتوبر وحتى هذه اللحظة. وصف البيت الأبيض أكثر من مرة رغدة بأنه غير راض عن هذا الأداء، هذا الأداء الذي وصفه جو بايدن الرئيس الأمريكي بأن سلوك الرد في غزة تجاوز الحد، هكذا تحدث أكثر من مرة. وأيضا تحدث بأن الولايات المتحدة الأمريكية ترغب رغبة أكيدة في دخول المساعدات بشكل منتظم وبشكل أسرع، ولكن لابد أن نفرق رغدة أيضا ونكون أمناء مع السادة المشاهدين بأن هذا الأمر وهذا التغير لم يأتي من فراغ، ولكنه جاء من الضغط الشعبي من جهة، وأيضا الدبلوماسي العربي والإسلامي داخل مجلس الأمن من جهة أخرى، وأيضا بعض وسائل الإعلام الأمريكية حتى نفسها تقول وتحلل هذا السؤال وتقول بأن جو بايدن
يريد أن يتلطف مع الناخبين ويتلطف في البيت الأبيض من خلال كل هذه الأخبار من يعني لاقتراب مسألة الانتخابات في 5 نوفمبر، وأيضا دللت بذلك بأن هناك مساعدات عسكرية وزخيرة ما زالت تقدم إلى إسرائيل ولم تمنعها بعد التغير، جاء بشكل مباشر مع نتنياهو. ولكن من وجهة النظر الأمريكية وكما تحدث أيضا البيت الأبيض اليوم بأنه المساعدات وبأن الدعم الأمريكي لإسرائيل لن يتزعزع وما زال مستمرا حتى هذه اللحظة. ياسر، أيضا ما هي ردة فعل الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية على دعوة مجلس الأمن الدولي للقيام بتحقيق شفاف في حادثة قتل عمال المطبخ المركزي العالمي في غزة؟ يعني الإدارة الأمريكية في مأزق كبير من الأفعال المأساوية والأفعال الهمجية التي تقوم بها إسرائيل، وأدت إلى استشهاد عشرات الآلاف من الشعب الأمريكي. بطبيعة الحال أيضا رغدة هي تريد بالفعل تحقيقا، هي تنصلت اليوم أيضا من مسألة الهجوم الإسرائيلي على السفارة الإيرانية في سوريا. كل هذه الأمور هي تريد أن تثبت أنها يعني تنفض يدها من الأفعال الإجرامية التي تقوم بها إسرائيل. حتى مسألة أن يكون هناك يعني دولة فلسطينية والمطالبة بدولة فلسطينية لها حق العضوية في الأمم المتحدة، عضوية كاملة، قد وافقت منذ أيام قليلة الولايات المتحدة الأمريكية ومجلس الأمن بأكمله بأن تذهب أو يذهب الطلب الفلسطيني إلى لجنة العضويات بمجلس الأمن للبت فيه. الولايات المتحدة الأمريكية مع اقتراب الانتخابات الأمريكية تريد أن توضح للناخب الأمريكي وتريد أن توضح للعالم بأنها فقط تريد أن هذه الحرب لا تريد أن تتسع، وهي أعلنت أكثر من مرة، ولكن الأفعال التي يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجعل جو بايدن وإدارته في حرج كبير، وأيضا يريد أن يثبت بأنها بالفعل تريد السلام في منطقة الشرق الأوسط، ولكنها مع نفس الوقت تريد أيضا أن تقدم الدعم الإسرائيلي. فالمساعدات الأمريكية لن تقل ولن تتزعزع، ولكن الضغط العالمي على الولايات المتحدة وإسرائيل هو كبير للغاية. هذا ما جعل أيضا مشروع القرار الفرنسي الذي ذهب وزير الخارجية أنتوني بلينكين منذ أيام قليلة إلى فرنسا لمناقشة هذا المشروع مع فرنسا، وأيضا من المنتظر أن يتم هذا المشروع أن يقدم إلى مجلس الأمن، وبالفعل قامت بتقديمه ولكن ليس في جلسة علنية، قدم للأعضاء. وأهم بنود هذا المشروع الذي تم تعديله كما تحدثت بعض الأخبار هنا بأنه يتحدث عن وقف فوري لإطلاق النار، يتحدث عن السماح بدخول المساعدات، أيضا يتحدث عن رفض تهجير قسري للمواطنين الفلسطينيين وفتح ميناء أسدود والطريق البري من الأردن إلى قطاع غزة. اتضحت الصورة. كنت معنا من نيويورك ياسر نور الدين مراسل القاهرة الإخبارية، شكرا جزيلا. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية عسكرية في محيط مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وقال جيش الاحتلال إن الفرقة 162 بدأت عملية عسكرية مباغتة في وسط القطاع بتوجيه استخباراتي دقيق، وأشار إلى أن الطائرات الحربية شنت غارات على العشرات من البنى التحتية، كما شنت قوات سلاح البحرية هجمات على المنطقة الساحلية وسط القطاع. We'll be right back.
مشاهدينا نتابع الآن هذا المؤتمر الصحفي من داخل البنتاغون. قيمكم لها تأثير هذه الضربات على الديناميات الخاصة بروسيا فيما يتعلق بالحرب ضد أوكرانيا، وما لا يضعه البنتاغون في الاعتبار والذي لا يتصل بشكل مباشر بالمدنيين الأوكران، وما هي الأهداف المقترحة؟ لن أتحدث نيابة عن دكتور واندر، وبشكل واضح الوزير سوف يتحدث عن وجهة نظره وتقييمه. وكما ذكر وزير الدفاع أوستن، نحن نركز بشكل أساسي على دعم أوكرانيا في تعزيز قدراتها على الدفاع عن سيادتها على أراضيها، وعندما يتصل الأمر بالموقف والسيطرة عليه في ميدان المعركة كما تدرون سوف نستمر في تناول موضوع دعم الجهود الأوكرانية لاستعادة أراضيها المحتلة والدفاع عن كافة أراضيها ضد العدوان الروسي. وما تقييمكم لتأثير هذه الضربات على الموقف الراهن؟ لا أعلق على ذلك. من خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية ضد أي هجمات، هل تعتقد أن هناك ضربات مقترحة محتملة ضد الأصول الأمريكية؟ كما ذكرت وكما نفعل دائما وكما نستمر في فعل الأمر نفس منذ الهجمات من جانب حماس، نحن نتخذ خطوات متقدمة من أجل ضمان سلامة قواتنا في المنطقة وأيضا لأجل أمن العمليات المستمرة في كافة المناطق حول العالم من أجل ضمان سلامة القوات الأمريكية. هل زيارة قائد القطاع تأتي في هذا السياق؟ يرجع عادة السؤال فيما يتعلق بقائد القيادة المركزية وزيارته إلى إسرائيل، هل هذا جزء من التنسيق وأعمال التنسيق الجيد مع الجانب الإسرائيلي؟ كما أتفهم سؤالكم، هل التطورات الأخيرة من خلال هذه الزيارة، هناك بعض الموضوعات الخاصة بالقيادة والتنسيق المتخذة في لتناول التهديدات في المنطقة، وهذا هو الهدف الأساسي من الزيارة؟ بشأن التعاون الثلاثي والمؤتمر القمة الثلاثية خلال هذا الأسبوع، هل هناك تقدم في مجال تقديم القدرات الدفاعية؟ وهل يمكنك أن تضع لنا بعض المعلومات أكثر بشأن ما يرغب في أن يراه ويحققه وزير الدفاع؟ نعم بالطبع، كما تعلمون سوف تكون هناك بعض الأمور المؤسفة، وأود أن أقول أنه لابد أن يكون هناك مزيد من الجهود مستقبلا من أجل أن يتم تناول هذا الموضوع بشكل جيد. هل الزيارة المخططة تأتي استجابة للهجمات الإسرائيلية؟ وفقا لمعلوماتي أنه لديه زيارة مخططة بجدول زمني محدد إلى إسرائيل لتناول كثير من الموضوعات. ننتقل الآن إلى أرسلان من بلينكن. مع الوضع في الاعتبار التهديدات الإيرانية، هل لديكم تقييم بشأن التهديدات المحتملة على القوات الأمريكية؟ وهل تم اتخاذ أي تدابير محددة للضمان الأمن والسلامة؟ شكرا جزيلا لارا. كما ذكرت سلفا، منذ البداية من هذا النزاع، اثنين من الأهداف الرئيسية كان ضمان أمن وسلامة القوات الأمريكية وكافة المواطنين في كافة أنحاء العالم، مع استمرار الدعم لإسرائيل للدفاع عن نفسها. وأيضا كما نراقب التهديدات المحتملة، بالطبع نحن نتخذ كافة التدابير اللازمة من أجل أن تشمل أي إجراءات لازمة ومعنية بحماية القوات. إلى تارا من الاي بي. ثانيا، منذ أن ضربات ضد موظفي مؤسسة المطبخ المركزي، كان هناك كثير من التغيرات التي اتخذها الجيش الإسرائيلي من أجل ضمان عدم إصابة واستهداف العاملين في القطاع الإنساني والإغاثي. هل لديكم أي تقييم بشأن هذه الإجراءات؟ مرة أخرى، كما ذكرت في وقت سابق، التحقيقات التي جرت والتي تنفذها إسرائيل وبناء على المعلومات التي قدمت لنا لا زالت تحت المراجعة.
مرة أخرى نحن نتابع هذا الموضوع، والبيت الأبيض يتابع هذا الأمر بشكل كبير، ووزير الدفاع أوستن من خلال المكالمة الهاتفية مع نظيره الإسرائيلي كان هناك فرصة لتناول كافة الجهود التي تتبعها إسرائيل، وبالطبع سوف نتابع هذا الأمر حتى وصولا إلى نتائج التحقيقات، ونحن نتوقع أن يتم اتخاذ إجراءات لازمة لضمان عدم تكرار هذا الحادث المؤسف. ما هي أهمية هاتين الزيارتين إلى واشنطن من جانب اليابان والفلبين في ظل التهديدات المتنامية في المنطقة بما في ذلك البزوغ الصيني والتهديدات الصينية ضد تايوان وأيضا الكثير من التوترات البحرية؟ سؤالي، هل الأمن أو الأمريكي لديه بعض المخاوف في هذا الشأن؟ كيف تتفاعل الولايات المتحدة مع هذه التهديدات الصادرة من جانب التهديدات الصينية؟ شكرا جزيلا، وقد ذكرت هذا الموضوع أن هذه الزيارة خلال هذا الأسبوع في غاية الأهمية، لأنها مرة أخرى تظهر مدى أهمية التحالف بين اليابان والفلبين مع الولايات المتحدة. وعندما يتعلق الأمر بالموقف الراهن في منطقة الإندوباسيفيك، من الأهمية بمكان أن نؤكد على أن تركيزنا أن يكون هناك منطقة إندوباسيفيك تتسم بالهدوء والرخاء دون أي توترات ومع ضمان الأمن البحري والسلمي، وكذلك نحن نحاول أن نحافظ ونحترم السيادة لخاصة بكافة الدول والحفاظ على قواعد النظام الدولي، ويتم هذا مع الوضع في الاعتبار التركيز الكبير على التعاون المشترك من أجل ضمان الاستقرار الإقليمي، وأن كافة الدول الواقعة في تلك المنطقة لديها وجهات نظر مختلفة تتجنب أي نزاع، وبالطبع سوف نعمل معا من أجل ردع ومنع هذه الأنواع من الأنشطة من جانب الصين الموجهة ضد أي دولة. أين تضع الهند في هذا الموقف في المنطقة، حيث أن هناك كثير من المخاوف من الأنشطة الصينية في المنطقة بالنسبة للهند؟ لقد تحدثنا عن هذا الأمر سلفا، والهند لاعبا حيوي بالنسبة للولايات المتحدة، ولديها علاقات قوية مع الولايات المتحدة وتتنامى مع مرور الوقت، وسوف نستمر في التعاون مع الجانب الهندي من أجل مشاركة القيم ومشاركة أهمية ضمان الأمن والسلم. Tara, did you have a question or are you good to go? I did. Thank you for remembering me. I wanted to talk to Haiti. أود أن أتحدث عن موضوع هايتي. ما هو تقييم البنتاغون للموقف الراهن في هايتي؟ وهل هناك أي تحركات من أجل إرسال مزيد من القوات للحفاظ على الأمن والسلم؟ شكرا جزيلا تارا. لا يوجد أي تصريحات حتى الآن بشأن أي إضافة أو قوات إضافية أمريكية إلى هايتي. ومرة أخرى كما ذكرنا وكما صرحنا سابقا، أرسلنا بعض القوات للحفاظ على الأمن وسلامة السفارة الأمريكية فيما يتعلق بالموقف الراهن على أرض الواقع. هناك كثير من الأخبار فيما يتصل بالتأثير التي تحصل عليها تلك العصابات في هايتي وأيضا مستوى الجريمة وهذه الأمور الخطيرة في هايتي، نحن نتابعها عن كثب، وهو أمرا أكدت على أهميته وزارة الخارجية الأمريكية، ولكن ليس لدي ما أصرح به اليوم. منذ بداية الحرب في غزة، الوزارة والوزير أكدوا على أهمية إنهاء هذا الصراع، وتم اتخاذ كافة الإجراءات لضمان عدم تكرار هذا الأمر. كيف تقيم تأثير هذه الضربات في دمشق التي تستهدف الأمن في المنطقة؟ وكذلك هل ترى أي مخاطر في هذا الحادث من خلال دعم إسرائيل أو إرسال رسائل من خلال هذا الحادث سواء على المستوى الدبلوماسي؟ مشاهدينا، تابعنا جانبا من هذا المؤتمر الصحفي من داخل البنتاغون، حيث إن هناك توقعا من جانب الولايات المتحدة بأن إسرائيل سوف تتخذ إجراءات حقيقية لمنع تكرار حادث الهجوم على فريق منظمة المطبخ المركزي العالمي، حيث من ناحية أخرى تم التأكيد على دعم أمن إسرائيل في مواجهة أي تهديدات إيرانية.
إذن نستكمل هذه النشرة حيث قال وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش إن قوات الجيش ملتزمة بمواصلة القتال في قطاع غزة. وخلال لقائه مع الإذاعة الإسرائيلية العامة أكد سموتريتش تعميق العمليات في رفح ودير البلح والنصيرات. واعتبر وزير المالية الإسرائيلي أنه من الصواب دخول مدينة رفح الفلسطينية وزيادة الضغط العسكري بها. استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف سوقا بمخيم نصيرات وآخر بمدينة غزة. هذا وأفاد مراسلنا باستشهاد 6 فلسطينيين على الأقل وجرح 20 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف سوق فراس الشعبي في مدينة غزة بصاروخين على الأقل وألحقت به أضرارا كبيرة. كما استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على سوق مماثل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. يأتي هذا بينما استشهد 8 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف شرق مدينة رفح الفلسطينية. وأفادت مصادر طبية باستشهاد 5 فلسطينيين جراء استهداف طائرات الاحتلال مجموعة مواطنين في محيط المقبرة الشرقية شرق رفح. أفادت وأضافت المصادر وذاتها أن 3 شهداء ارتقوا وأصيب آخرون بجروح مختلفة في قصف الاحتلال حي الجنينة شرق مدينة رفح. كما استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف الاحتلال المتواصل على مناطق متفرقة جنوب وسط وشمال القطاع. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 33,545 شهيداً و 76,094 جريحاً منذ 7 أكتوبر الماضي. وأشارت الوزارة إلى أن 63 شهيداً و 45 جريحاً جراء العدوان الإسرائيلي وصلوا لمستشفيات القطاع خلال 24 ساعة. في السياق ذاته أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة ممنهجة ضد المنظومة الصحية في قطاع غزة. وأضافت الوزارة في بيان لها أن الاحتلال دمر 155 منشأة صحية وأخرج 32 مستشفى من الخدمة. وأشارت الصحة الفلسطينية إلى أن 1100 مريض بالفشل الكلوي لا يجدون علاجا بعد تدمير مجمع الشفاء والمستشفى الإندونيسي. وأضافت أيضا أن أكثر من 10,000 مريض بالسرطان لا يجدون علاجا وأن الاحتلال يرفض خروجهم للعلاج. على وقع الدمار والغارات احتفل الأطفال بقطاع غزة بعيد الفطر المبارك. وامتزجت دعوات الصغار في القطاع وأمنياتهم بانقشاع الأزمة بالقلق والترقب لما سيحدث تاليا بعد دخول العدوان الإسرائيلي الغاشم شهره السابع. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بينما يقضي ملايين الأشخاص حول العالم العيد في أجواء احتفالية وتجمعات عائلية، بالكاد يوجد في غزة من يمكنه أن يشعر بفرحة العيد، إذ قضى الأطفال الفلسطينيون أول أيام عيد الفطر المبارك باللعب في الشوارع المتضررة والمدمرة أو احتفلوا في المخيمات التي لجأت إليها عائلاتهم خلال الأشهر الستة للعدوان الإسرائيلي على القطاع. وبين أنقاض المنازل المدمرة اتخذ الأطفال أماكن للعب يسرقون لحظات فرح مؤقت في يوم موسوم بالحزن والألم. ففي شوارع جباليا شمال قطاع غزة كان طفل يبلغ من العمر 11 عاماً يلعب مع أصدقائه بمسدسات بلاستيكية حول أنقاض منزله الذي تضرر أثناء العدوان.
احنا رغم الدمار طلع شايف كيف دارنا، احنا رغم كل اشي بس احنا لازم نعيش حياتنا، لازم نلعب. احنا كنا في جباليا لما خش اليهود علينا شفنا الاسلحة معهم كانوا تخطفوا، فحسينا انه هيكون اشي حلو وجبت هذه اللعبة وقعدت العب فيها. فرح ممزوج بالالم كان هو المشهد ايضا في رفح الفلسطينية، حيث اصطف الأطفال الذين لجأوا مع عائلاتهم إلى مخيمات النزوح بالمدينة، بينما قدمت مجموعة من الفلسطينيين عرضاً بمناسبة العيد الذي وصفه أحد المنظمين بأنه أصعب عيد في تاريخ القطاع. طبعاً إحنا لما نحكي عن عيد السنة اللي فاتت وعيد السنة هذه، عيد السنة اللي فاتت كان الكل لابس جديد، اليوم نص لابس جديد، حتى مش النص 10% لابس جديد والباقي كله مكلوم وحزين. غير هيك ممكن يكون بعض الأطفال هدول أبوه استشهد، أمه استشهدت، أخته استشهدت، في حزن في كل مكان. أنا العيد هذا مختلف في كل مقاييسه، أصعب وأعطى العيد المر في تاريخنا هذا. بعد مرور 6 أشهر على بدء العدوان الإسرائيلي وبدلاً من الاحتفال بالعيد، لا يشغل بال سكان القطاع البالغ عددهم 2,300,000 نسمة إلا النجاة من الضربات الجوية الإسرائيلية والقصف والهجوم البري التي حولت جزءاً كبيراً منه إلى ركام وحطام، فضلاً عن الأزمة الإنسانية وشبح المجاعة التي باتت تعصف بهم. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحرب في قطاع غزة لا تزال مستمرة بكامل قوتها، وهدد نتنياهو بالرد على أي هجوم يستهدف إسرائيل، مشيرا إلى أن بلاده تستعد لسيناريوهات وتحديات في ميادين أخرى. قال وزير الداخلية الإسرائيلي موشي أربيل إنه لا يرى سببا يمنع الحريدم من الانضمام إلى الجيش. وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت في عام 2017 قرارا بإلغاء إعفاء الحريدين من الخدمة العسكرية، كما أمرت الحكومة بإيجاد حل ووضع قانون لذلك، وأمهلتها حتى 30 من إبريل الجاري، وهو الوضع الذي يهدد بتفجير الأوضاع الداخلية، خاصة أن هناك قادة من الحريديم هددوا بمغادرة إسرائيل حال سن قانون يجبرهم على الخدمة العسكرية. أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أن نيكاراغوا أغلقت سفارتها في برلين في عقاب رفعها دعوى أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها ألمانيا بالتواطؤ في ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة. وكانت نيكاراغوا قد قدمت دعوى قضائية ضد ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية استنكرت فيها دعم برلين لإسرائيل في الحرب التي تشنها في قطاع غزة، ولمطالبة قضاة المحكمة بفرض إجراءات طارئة تمنعها من تزويد إسرائيل بالأسلحة. أعلنت 8 منظمات حقوقية غير حكومية فرنسية عن بدء إجراءات قضائية عاجلة للمطالبة بتعليق تسليم الأسلحة من فرنسا إلى إسرائيل. وفي بيان لتلك المنظمات أوضحت أن الأسلحة التي تصدرها فرنسا إلى إسرائيل تستخدم بشكل واضح لارتكاب جرائم خطرة في حق سكان المدنيين في قطاع غزة. وأشار البيان إلى أنه بذلك تكون فرنسا تنتهك القواعد الدولية ذات الصلة، لا سيما معاهدة تجارة الأسلحة، وهي قد تصبح شريكة في انتهاكات القانون الدولي بما في ذلك جرائم حرب، فضلا عن إبادة محتملة. مزيد من التفاصيل عن هذا الخبر ينضم إلي من مارسيليا مراسل القاهرة الإخبارية خالد شقير. خالد أهلا بك في هذه الساعة، ما ردود الفعل المتوقعة سواء على المستوى الرسمي أو حتى على المستوى القضائي والشعبي جراء ونتيجة لتلك الدعوة المرفوعة من قبل منظمات فرنسية؟ نعم همام، بعد التحية جرت العادة أن نكون متواجدين في الشارع الفرنسي، وقد كانت هذه الطلبات التي تقدمت بها منظمات غير حكومية للمحكمة الإدارية بتطالب فيها الحكومة الفرنسية بمنع تصدير الأسلحة ووقف التعاون العسكري مع جيش الاحتلال الإسرائيلي. كانت هذه أهم المطالبات التي رصدناها تارة
ميدان الجمهورية بالعاصمة الفرنسية أو بمنطقة بورتوداكس هنا بمدينة مارسيليا، وسبق وأن تم يعني عمل سؤال خاص مع وزير الجيوش الفرنسي، استجواب الرئيس وزير الجيوش الفرنسي سباستيان لوكورنو أمام هيئة برلمانية في البرلمان الفرنسي عن هذا الموضوع، وأكد وزير الجيوش بأن هذا لم يحدث وأن فرنسا كانت قد قدمت عدد من قطع غيار الأسلحة الدفاعية إلى إسرائيل على حد قوله، ولكن يبدو أن الجمعيات الحقوقية غير الحكومية ستستمر في القيام بهذا التحقيق، وبصفة خاصة بعد تقرير قد نشر من خلال أكتو نيوز وأيضا بعض من المواقع الإلكترونية التي أكدت على أن هناك تعاون وأن هناك تم إعطاء جيش الاحتلال الإسرائيلي بعض من الأسلحة. وبالرغم من التغير الملحوظ أو التحول في الموقف الفرنسي مؤخرا، إلا أن الحكومة الفرنسية طار أمام اليسار وطارة أخرى أمام المتظاهرين في الشارع، واليوم نجدها أمام مساءلة حقوقية من قبل منظمات غير حكومية تتهم الحكومة الفرنسية بالتواطؤ، وأيضا بتتهم وزارة الجيوش الفرنسية، بل بتطالب بالحقيقة بوزارة الجيوش الفرنسية التي سبقت ونفت على لسان وزير الجيوش سباستيان لوكورنو هذه الاتهامات. ولكن نحن في بداية هذا الأمر، وهذا ما تخشى منه الحكومة الفرنسية، وهذا ما يفسر هذا التحول. أحد أهم أسباب التحول في الموقف الفرنسي هو أن الحكومة الفرنسية ستجد نفسها طارة أمام مثل هذه المنظمات غير الحكومية، وطارة أخرى أمام الشارع، وطارة أخرى أيضا أمام مسؤولياتها أمام التاريخ، وهذا يفسر هذا الموقف الفرنسي المتحول والذي ظهر جليا من خلال آخر تصريح للرئيس ماكرون بالأمس، أو ما نشره بالأمس على صفحته بمنصة إكس، بأن فرنسا تقوم بتزويد سكان قطاع أهل غزة بالأدوية وبالمأكولات الغذائية والمواد الغذائية مع شركاء في المنطقة من بينهم مصر والأردن. شكرا جزيلا الزميل خالد شقير مراسل القاهرة الإخبارية من مارسيليا، شكرا لك على كل هذه التفاصيل. حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من الخطورة البالغة لاستمرار التصعيد الإسرائيلي بقطاع غزة وتوسع نطاقه بما يهدد أمن واستقرار المنطقة. وخلال اتصال هاتفي مع مستشار النمسا كارل نيهامر، بحث الرئيس المصري الأوضاع الإقليمية وجهود مصر لوقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وأكد السيسي أهمية اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف التصعيد العسكري بغزة وحماية أهالي القطاع من الكارثة الإنسانية التي يتعرضون لها. تواصل مصر جهودها لتسهيل دخول المساعدات لقطاع غزة ومرور المصابين والعالقين خلال أيام عيد الفطر المبارك، حيث تم خلال هذا اليوم إدخال 120 شخصا أو شاحنة من معبر كرم أبو سالم إلى قطاع غزة، كما تم إدخال 4 شاحنات غاز و4 شاحنات سولار إلى القطاع عبر منفذ رفح، كما استقبل المعبر 26 مصابا فلسطينيا و62 مرافقا خلال طول اليوم. قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه لا تغيير في التعليمات الصادرة للجبهة الداخلية بشأن التصعيد مع إيران. أضاف المتحدث أن إسرائيل مستعدة لأي رد إيراني وتقوم بالتنسيق المستمر مع شركائها الدوليين خاصة الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي يحافظ على حالة الجاهزية والاستعداد للتعامل مع الاحتمالات كافة. عبرت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلق واشنطن بشأن مخاطر التصعيد في الشرق الأوسط، خاصة بعد تهديدات إيران لإسرائيل. وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن الولايات المتحدة أوصلت رسائل لإيران وأطراف عدة أخرى في المنطقة تحذر من مغبة ذلك التصعيد الذي سينعكس
ضرره على العالم كله. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مسؤولين تأكيدهم وجود تقارير استخباراتية بشأن هجوم وشيك محتمل على الأصول الإسرائيلية من قبل إيران أو كلاؤها. وفي السياق أشارت مصادر غربية إلى أن وكالات الاستخبارات تتابع سفينتين تابعتين للحرس الثوري الإيراني في الخليج العربي والبحر الأحمر، لديهم القدرة على إطلاق صواريخ كروز ومسيرات. دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إيران وإسرائيل إلى التصرف بمسؤولية والتحلي بضبط النفس. وأشارت بيربوك إلى أنها أوضحت لنظيرها الإيراني أن أي تصعيد في المنطقة سيكون له عواقب غير متوقعة على الإطلاق. في هذه الأيام تم تفعيل كافة الخطوط الدبلوماسية لمنع أي تصعيد إقليمي في الشرق الأوسط، ولا ينبغي أن نسمح بحدوث مزيد من التصعيد الذي سيكون له عواقب غير متوقعة على الإطلاق. وأشير إلى أن جميع الأطراف الفاعلة في المنطقة مستعدة لذلك. لقد دعونا إلى التصرف بمسؤولية وممارسة ضبط النفس، وقد تحدثت مع نظيري الإيراني بهذا الخصوص ودعوته لأخذ ذلك الأمر في الاعتبار. دعا الكرملين بلدان الشرق الأوسط إلى التحلي بضبط النفس ومنع انزلاق المنطقة نحو الفوضى. وأشار المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إلى ضرورة ممارسة الجميع ضبط النفس لضمان عدم زعزعة الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. وقال بيسكوف إن بلاده لم تتلقى أي طلبات بالتوسط بين إسرائيل وإيران، لكنه وصف الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق بأنه انتهاك لكافة مبادئ القانون الدولي. نصحت وزارة الخارجية الروسية مواطنيها بالامتناع عن السفر إلى الشرق الأوسط، خاصة إلى إسرائيل ولبنان والأراضي الفلسطينية. وكانت وكالة بلومبرج للأنباء قد أشارت أمس نقلا عن مصادر أمنية أمريكية وإسرائيلية إلى أن الولايات المتحدة وحلفائها يعتقدون أن ثمة هجمات كبيرة وشيكة ستنفذها إيران أو جماعات متحالفة معها في المنطقة بصواريخ أو طائرات مسيرة على أهداف عسكرية وحكومية في إسرائيل. أعلنت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا تمديد إلغاء رحلات الطيران اليومية من فرانكفورت إلى العاصمة الإيرانية طهران لدواع أمنية حتى 13 من أبريل الجاري. وأضافت الشركة الألمانية أن القرار تم اتخاذه في مطلع الأسبوع الحالي لتجنب وضع تضطر فيه أطقم الشركة للبقاء ليلا في طهران. مشاهدينا، وللمزيد ينضم إلينا من واشنطن كالفن دارك الخبير الاستراتيجي الأمريكي. أهلا بحضرتك معنا على شاشة القاهرة الإخبارية. وبداية، كيف ترى تصاعد التوترات الحالية بين إسرائيل وإيران، وما هو تأثيرها المحتمل على الاستقرار في المنطقة؟ شكرا جزيلا، من دواعي سروري دائما أن أكون معكم. هذا الزيادة في حجم التوتر ليس بمصلحة المنطقة بأكملها. نحن على دراية على مدار الأعوام القليلة الماضية، إسرائيل والإيران والولايات المتحدة كان هناك الكثير من التوترات، وأعتقد أن هذا الوقت حاسم للغاية، والأمر ليس له أي فائدة على المنطقة. فبالتالي تعتبر أن هذا يصعب من الأمور على الشعب الفلسطيني، وهم من يدفعون ثمن ذلك. وسبب أن أقول ذلك أن ما نراه حاليا من خلال الضغط السياسي الذي يمارسه بايدن من خلال تغيير سياسته باتجاه نتنياهو، يمكن أن يكون هناك بداية، حيث كان هناك بطء شهدناه على مدار الفترة الماضية، ولكن هناك ضغط سياسي وله أمر مجدي. وإذا ما استمرت إيران في مهاجمة إسرائيل، فبالتالي فإن الولايات المتحدة سوف تستمر في توفير الأسلحة إلى إسرائيل بشكل أكبر، ولن يكون هناك أي ضغط من جانب الولايات المتحدة على إسرائيل. فبالتالي هذا أصبح نزاعا في المنطقة بسبب إيران، وربما يدفع الفلسطينيين ثمن هذا النزاع، ولن يكون في مصلحة أي طرف في المنطقة. نعم، طيب، يعني كيف يمكن للمجتمع الدولي
أن يلعب دورا فعالا في تهدئة التوترات ومنع تفاقم الأزمة بين إيران وإسرائيل؟ أعتقد أن ما نراه ونلمسه حول العالم بالطبع ما يرغب ما ينبغي أن يفعله قادة العالم، مثل ما فعلت ألمانيا وفرنسا والسعودية وبعض الدول الأخرى التي وصلت إلى الإيرانيين وتحاورت مع الأطراف الفلسطينية والمسؤولين الإيرانيين من أجل تهدئة الأوضاع والحد من النزاع، بما في ذلك تشجيع وكلائهم لإحتواء الأزمة، لأنه أعتقد أن العالم أجمع يتفهم أن لن ينتصر في هذا الموقف أي طرف. وبالطبع فيما يتعلق بالمجتمع الدولي، الدعم الذي نراه في المجتمع الدولي بالنسبة للفلسطينيين وفي الحرب الإسرائيلية ضد حماس بالطبع سوف يختفي، ذلك سيصبح حربا بين إيران والولايات المتحدة، الحرب التي لن تنتصر فيها أبدا إيران. نعم السيد كالفن، يعني برأيك ما هي السيناريوهات المتوقعة لتطور الأحداث بين الجانبين الإسرائيلي والإيراني؟ أتمنى ألا يحدث أي تطور في التوترات، أتمنى أن تعلم إيران من خلال حلفائها ووكلائها أن تهدئ أهمية أن تهدئ من الأوضاع، فبالتالي يمكن التركيز بشكل أساسي على الحرب الإسرائيلية ضد حماس، كيف يمكن إزالة الخطر من حماس دون الإضرار بالأبرياء المدنيين الفلسطينيين ودون أن يدفع الشعب الفلسطيني ثمن ذلك، فإذا كان هذا الأمر عسيرا وأكثر تعقيدا فلن يجلب أي حلا مهيئا في مصلحة الجميع، لابد أن يكون التركيز على تهدئة الأوضاع مع إيران، لأنه بدون ذلك لن يكون هناك حل سياسي أو حل سلمي بين الإسرائيليين والفلسطينيين. نعم كنت معنا من واشنطن السيد كالفن دارك الخبير الاستراتيجي الأمريكي، شكرا جزيلا. قال الرئيس الأوكراني فولدمير زيلنسكي أن روسيا هاجمت البنية التحتية الحيوية في بلاده من خلال إطلاق أكثر من 40 صاروخا و40 طائرة مسيرة على أوكرانيا. من جانبها قالت وزارة الدفاع الروسية إنها قصفت منشآت النفط والغاز والطاقة بأوكرانيا بضربات وصفتها بالضخمة باستخدام أسلحة عالية الدقة. نحو 40 صاروخا و40 طائرة مسيرة استخدمتهم روسيا في هجومها المباغت على أوكرانيا الذي كانت عينه على البنية التحتية الأوكرانية عقب الهجوم. قالت وزارة الدفاع الروسية إنها قصفت منشآت النفط والغاز والطاقة في أوكرانيا بضربات وصفتها بالضخمة باستخدام أسلحة عالية الدقة. وعلى الجانب الآخر قال مسؤولون أوكرانيون إن الهجوم الروسي أدى إلى إتلاف محطات فرعية ومنشآت كهرباء في 5 مناطق، إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن 200,000 شخص على الأقل. الهجوم الروسي أجبر الأوكرانيين على اللجوء إلى محطات المترو بحثا عن مأوى للاحتماء به تزامنا مع سماع صفارات الإنذار في كييف. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من جانبه دعا عقب الهجوم الروسي إلى مد بلاده بالمزيد من إمدادات الدفاع الجوي. وبالتوازي أقر البرلمان الأوكراني بتأييد من 283 نائبا مشروع قانون حول التعبئة العسكرية أثار حوله جدلا، حيث إنه لا يذكر فترة لتسريح الجنود. أكثر من 2 مر على الحرب الروسية الأوكرانية وما زال السجال مستمرا بين كييف وموسكو، تارة بالأسلحة وتارة أخرى بالتصريحات والاتهامات المتبادلة بينهما، مع دعوات دولية من آن لآخر للجوء إلى الدبلوماسية وطاولة المفاوضات. أجرى الجيش الصيني دوريات قتالية بحرية وجوية مشتركة ردا على التدريبات المشتركة التي تجريها الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والفلبين في بحر الصين الجنوبي. يأتي ذلك في الوقت الذي ترفض فيه بكين المساس بسيطرتها على بحر الصين الجنوبي. المزيد في سياق العرض التالي مع همام مجاهد. إليك همام. شكرا جزيلا رغدة، أهلا بحضراتكم.
صدامات تلو الأخرى هي ملخص العلاقات الأمريكية الصينية، خاصة حينما يتعلق الأمر بتايوان وبحر الصين الجنوبي الذي ترى بكين أنه خاضع لها ولا يجوز المساس به كونه يقع تحت سيادتها. الخلاف الصيني الأمريكي عاد للسطح مرة أخرى، ليس فقط بسبب تايوان التي تتعاون معها واشنطن بشكل كبير، لكن بسبب بحر الصين الجنوبي ككل، حيث قامت الولايات المتحدة بدوريات بحرية مشتركة مع اليابان وأستراليا والفلبين في المنطقة المتنازع عليها، وذلك بعد أقل من شهر من قيام سفن صينية بالتصدي لسفن إمداد فلبينية، مما تسبب في إصابة عدة بحارة وفق ما أكدته مانيلا. الدول الأربع بقيادة واشنطن أعلنت إجراء أول مناورات بحرية مشتركة واسعة النطاق في بحر الصين الجنوبي، وأكد وزراء دفاعها أن النشاط التعاوني البحري يؤكد الالتزام الجماعي بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لدعم منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحر والمفتوحة. ومع إعلان الدول الأربع إجراء تدريبات، نشرت الصين سفنها وأعلنت قيامها بعمل دوريات قتالية بحرية وجوية مشتركة، كما أكدت بكين أن كل الأنشطة العسكرية التي تعكر صفو الأوضاع في بحر الصين الجنوبي وتخلق نقاطا ساخنة هي تحت السيطرة، في إشارة واضحة إلى التدريبات العسكرية الرباعية التي تجرى في ذات المياه. البيت الأبيض من جانبه أكد أنه لا يوجد سبب يدعو الصين إلى المبالغة في رد الفعل تجاه الدوريات البحرية المشتركة التي تقوم بها الولايات المتحدة واليابان واستراليا والفلبين في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه. يبدو أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التصعيد في العلاقات بين بكين وواشنطن، خاصة مع تزايد ضغط واشنطن عليها في منطقة بحر الصين الجنوبي ودعمها لتايوان والفلبين. هذه عودة مرة أخرى إلى الزميلة رغدة لاستكمال ما تبقى من الملفات في هذه النشرة. شكرا لك همام مجاهد على هذا العرض. مشاهدينا ونشاطنا ما زالت مستمرة مع حضراتكم من القاهرة الإخبارية، لكن بعد فاصل قصير. نتابع على الهواء مباشرة تجدد الغارات العنيفة في قطاع غزة. المباني والمنازل السكنية في قطاع غزة، نتحدث معكم الآن وأسمع دوي هذه الانفجارات. صوت الأذان وهو يتعالى، ولكن يمتزج بما يحدث من تجدد للقصف. هذا قصف آخر قبل لحظات كنا نتابعه لعله جرى للتو. المكان الذي نتواجد به الوكالات نزلت عنه، هناك احتمال كبير بأن يتم إخلاء البرج في أي لحظة. دوير الانفجارات لا ينقطع، مراسلنا منذ قليل كان يتواجد بالقرب من هذه الانفجارات، وحتى الآن أستمع إلى الطائرات التي تحوم في فضاء وفي سماء المدينة المحتلة. التغطية مستمرة على القاهرة الإخبارية. حسبي الله ونعم أهلا بحضراتكم من جديد وإلى أخبارنا الاقتصادية، حيث صوت البرلمان الأوروبي لصالح إقرار قواعد تسمح للحكومات الأوروبية بحظر واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي من خلال منع الشركات الروسية
من حجز مساحات تخزين في البنية التحتية للغاز، وتجنب الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الغاز الروسي الذي يعتمد عليه بعض الأعضاء بشكل كبير. تهدف قواعد استيراد الغاز الجديدة إلى إنشاء طريق قانوني للحكومات لمنع إمدادات الغاز الروسي إلى بلادها كحل بديل، على الرغم من أنه لم يشر أي مستورد رئيسي حتى الآن إلا أنه سيستخدم القواعد الجديدة. أعلنت منظمة أوبك أنها تتوقع طلبا قويا على الوقود في أشهر الصيف، وتمسكت بتوقعاتها لنمو قوي نسبيا في الطلب العالمي على النفط في عام 2024. أضافت أوبك في تقرير شهري أن الطلب العالمي على النفط سيزيد بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا في 2024، وبمقدار 1.85 مليون برميل يوميا في 2025. وأكدت أوبك في التقرير أنه هناك احتمالات تدفع بنمو الاقتصاد العالمي هذا العام نتيجة لاستمرار الزخم في بداية العام، رغم بعض المخاطر التي قد تدفع نحو التراجع. استعاد الأهلي نغمة الانتصارات في الدوري المصري بفوز صعب على زاد بهدف واحد للا شيء. التعادل السلبي ظل سيد الموقف حتى الدقيقة 89 التي شهدت خطف المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي هدف النقاط الثلاث. الفوز رفع رصيد الأهلي إلى النقطة 21 بالمركز التاسع من 10 مباريات لعبها فقط، بينما بقي زاد خامسا ب24 نقطة من 17 مباراة. أما الزمالك فوصل نتائجه المميزة بالفوز على ضيف الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة، ففي مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة تكفل أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك في الدقيقة 14 بإحراز الهدف الأول، وفي الدقيقة 34 أضاف ناصر ماهر الهدف الثاني قبل أن يعود زيزو مرة أخرى في الدقيقة 89 ويوقع على الهدف الثالث. بذلك حل الزمالك في المركز 12 ب18 نقطة من 12 مباراة. أعلن نادي مانشستر يونايتد غياب مدافعه الفرنسي رافائيل فاران لفترة طويلة بسبب الإصابة. تعرض فاران إلى إصابة عضلية خلال مباراة الفريق ضد تشيلسي والتي شهدت فوز الشياطين بأربعة أهداف مقابل ثلاثة بالجولة 31. كما أكد النادي غياب لاعبه جوني إيفانز عن المباراة المقبلة ضد بورنموث في الدوري بسبب مشكلة عضلية. نهاية جولة التاسعة، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. بايدن يدعو إسرائيل إلى ضرورة إعلان وتنفيذ خطوات ملموسة لمعالجة المعاناة الإنسانية في قطاع غزة. مجلس الأمن يدعو إلى إجراء تحقيق شفاف بشأن قتل إسرائيل موظفي منظمة المطبخ المركزي العالمي. وشهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف سوقا شعبيا بمدينة غزة وآخر بمخيم النصيرات. نهاية هذه الجولة، شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة، والشكر موصول للزميلة رغدة. شكرا لحضرتك. شكرا لك همام مجاهد، شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.